يمكن بتهيألي مصطفى يعني حته الخبرات انت اكتسبت خبرات الفتره اللي فاتت اكيد بدات اهدى كتير طبعا. بقيت الحماس بتاعت الشباب اللي لسه طالع بدا يبقى في خبره فبدات تعمل سيطره شويه على الخبره بتهيألي الموضوع ده فرق معاك طبعا يعني كان في يعني اللي هو بنشوف الاتجاه بتاع اللعبه عايزه ايه ونروح معاها يعني طبعا ده بيبقى يعني خبره اكتر هدوء اكتر بنحاول ان احنا يعني انا طبيعتي في الملعب بدي اكتر من 150% حتى في التمرين ما اقدرش ما اديش اكتر من 150% يعني ما اقدرش لو اديت اقل من كده ما اتمرنش اصلا يعني ما يعني في يوم ما كنتش قادر اتحرك ما فيش بتاع لا اروح على اتمرن برضه يعني احب دايما امشي تمريني 100% بعد كده الحاجه الثانيه تيجي بعدين انت مد الاولويه الاولى في حياتك للتمرين طبعا مفيش هزار مفيش هزار في التمرين التمرين يعني جد وبرغم ان انت يعني معلش في سنك يعني بيبقى لسه الناس مش مدركه ده قوي لا. عايز يخرج مع اصحابه عايز يروح عايز يسافر لسه بالظبط بس انت من يعني يمكن من سن مروان وانت واخد الدنيا جد من ساعه لما رحت النادي الاهلي طبعا من ساعه لما رحت النادي الاهلي وابتدى خلاص التركيز والنظام الغذائي وتماريني ايه وحاجتي ايه وكده واللي ليا واللي عليا والبطوله دي عايزين ناخدها فوق سني تحت سني عايزين نطلع انت مره شاركت في بطوله 15 جمهوريه و17 وخدت الاثنين 17 و19 17 وخدت الاثنين خدت الاثنين صح فاكر انا فاكر كانت في بلاك بول انا معاك انا معاكم على الجروب يا جماعه وشايف يا جماعه ما تهزروش ده انا شايف كل ظاهره وكبيره كله موجود كله موجود